ود الصايم ديمة وغيره من المجرمين وأعداء الله ومن الناشرين للشرك والكفر والإلحاد والزندقة في هذه البلاد وغيرها. رأس الصوفية قالوا مشوا أمريكا، أوباما دعاهم، مبسوط منهم أوباما خالص، وبعد ده يقول لنا أنتوا أتبع مستر هنفر. حسد عليك الله ما أجرام، حسد أتبع مستر هنفر منه؟ حسد نحن أوباما مبسوط مننا؟ يقدر ينادينا أوباما؟ منو أتبع مستر هنفر يا جماعة؟ مصورين هذا المنتظر شنو البليد ده معاه وبتاع فتحي قريب الله ده ود البرعي، مصورين زي لعبة الكورة ماسكين الأمريكي الكافر كده، الصف الأول واقفين على حيلهم والصف الثاني قاعدين تعي نفس الصور بتاعت الكورة، ما عارف معاهم حارس مرمى ولا ما معاهم، معاهم الكافر ده واقف بتاع أمريكا لأنه مبسوط منهم. وربنا قال في القرآن تشابهت قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وأنا في اعتقادي الذي لا يتزحزح أبدا إنه أوباما مع أقل شركا من هؤلاء الذين دعوهم، والله والله يجد ديل قالوا الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، ديل قالوا إن قلت للشيء كن فيكون، ديل ذاته، ديل قالوا غير الله بيخلق، ديل ذاته، ديل شيوخ الطرق، ديل ما أتبع المشو، ديل الشيوخ الكبار خلاص، وديل قالوا غير الله بيعلم الغيب باطن وظاهر، ديل ذاته. فتشابهت قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فكون أمريكا مبسوطة من هؤلاء ده أكبر دليل على باطل وضلال هؤلاء، لو كانوا الناس بيفهموا ده أكبر دليل. يعطي يوم أمريكا بتتبسط من دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعطي يوم ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لحد تعمل لك حاجة حتى تتبع ملتهم. فيا أوباما راضي عن الصوفية ال 12 ديل شيوخ الطرق ديل أو ما راضي عنه؟ هم قالوا راضي عننا وصوروا معاه ومبسوطين. فطالما راضي عنكم أنتم زيه، لكن ذاك أقل شركا أوباما، ده أنا عقيدتي التي لا تتزحزح، لأنه نازل هذه الكتب نازل بيقولوا كفر إبليس ذاته ما قال، خليه أوباما إبليس ذاته ما قال، كفر عجيب مرة، ناس بيقولوا غير الله بيخلق، أبو جهل وأبو لهب الله قال إذا سألتهم الخالق منو بيقولوا الله طوالي الخالق براء والله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني المشركين الأوائل بيقولوا الخالق الله، ده في التلفزيون اللي اسمه الإزيري هذا الأحمق في التلفزيون بيجيبوه بيقول غير الله ممكن يخلق في التلفزيون ممكنين له، وناس حسن خوجلي وجماعة ديل خابوا وخسروا، وأسأل الله أن يفقرهم وأن يدمرهم وأن ينتقم منهم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الدعاء عندي عليه أدلة من القرآن والسنة والسلف يجوز على هؤلاء، لأنه ديل أعداء للدين وبحاربوا الدين في أصل الدين مش في الفروع، في أساس الدين في التوحيد بينشروا الشرك، فاعطين قنواتهم لنشر الشرك ناس حسين خوجلي وجماعته. طيب وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.